يحكى أنه كان هناك نجارا عجوزا مسكين وكان وحيدا ولم يكن عنده عمل كثير، فأحضر قطعة خشبية وصنع منها لعبة. ولم ينتهي جيبوتو من صنعه ونظر إليه وقال له: يا له من لعبة جميلة، وكأنه ينظر إلي. وأطلق عليه اسم بينوكيو، وتمنى أن يكون حقيقيا. وفي الليل تحقق حلمه عندما ظهرت جنية وحولت بينوكيو إلى لعبة مليئة بالحياة، ففرح جيبوتو كثيرا وأرسى بينوكيو إلى المدرسة. وبينما كان بينوكيو ذاهبا إلى المدرسة رأى سيركا وأراد أن يدخله ويتفرج عليه، فقال لأحد المارين بجانب السيرك: سوف أبيع كتابي الأحرف الأبجدية. وهكذا حصل على ثمن تذكرة دخول إلى السيرك، وطلب أكلا نارا من بينوكيو أن يبقى معه ليعمل في السيرك. فأجابه بينوكيو: لا أستطيع أن أبقى، فأبي فقير وهو بحاجة إلي. ولكن الرجل يمي أبيه وأبقى بينوكيو عنده ليعمل في السيرك. وعندما أصبح بينوكيو وحده زارت الجنية وسألته: لماذا لم يذهب إلى المدرسة؟ فكذب بينوكيو وقال إنه وحش هاجمه. فجأة كبر أنفه، وعلم بينوكيو إنه لا يجب أن يكذب، فوعد بأن يقول الحقيقة دائما. عندها حضرته الجنية وركض عائدا إلى المنزل، ولكن في طريقه التقى بعربة مليئة بالصبية، وقال الرجل له: تعال معنا إلى الجزيرة المسحورة التي هي مليئة بالسكاكر والألعاب. فانضم إليه بينوكيو دون تردد. وفي الجزيرة المسحورة كانوا الصبية فرحانين جدا، ولكن الجنية علمت أن كل الصبية يتحولون في النهاية إلى حمير يأخذونه من العمل في المناجم، فأخذت تبحث عن بينوكيو لتخلصه من هذا القدر البشع. ولكنها عندما وجدته كان قد بدأ يتحول إلى حمار، لقد ظهرت أذنيه الطويلتان وكان زميله قد تغير كليا إلى حمار. فأمسكت الجنية بينوكيو وهربت به بعيدا حتى وصل إلى منزل والده، ولكنه لم يجد والده، وجد فقط رسالة تقول بأنه جيبوتو ذهب للبحث عنه. ولكن قرش البحر اطلع، فقرر بينوكيو أن يساعد والده وينقذه. دخل البحر وأخذ يسأل السمكة عن مكان القرش. فجأة ابتلع القرش مع بعض الأسماك، وهناك داخل القرش كان والده. كان سعيدين جدا باللقاء، وكان لدى بينوكيو خطة: سنبني لوحا ثم نشعل النار داخل القرش فيعطس ويقفزنا خارجا وهكذا نتحرر. وهكذا فعلا، وعندما عطس القرش قفز بهما إلى البحر حيث بقوا على اللوح ثم ذبح حتى الشاطئ. كان بينوكيو تعبانا جدا مما أفقده وعيه، فحمله والده إلى المنزل حزينا. وبما أن بينوكيو كان ولدا صالحا أزالت الجنية عنه أذني الحمار وأحيته من جديد وجعلته منه صبيا حقيقيا. عندما عادت له الحياة فرح والده وأقام حفلا خصيصا له.